السلام عليكم. اليوم جيت انا واحد السيده باش تصاوب السنان، وقع لها واحد المشكل. هي نورمالمون وصلت البارح بالليل، ولكن وقع لها واحد المشكل اللي نرمدوها من البارح بالليل حتى دابا طلقوها من المحكمه عاجل باش تصاوب السنان. ها انتم وحنا الوحيدين ما تسناوها تما في المطار، حنا الشيفو وما خرجت، حنا صحابنا ما جات ولا تطلعت. السيده ها هي ما كتبهاش، ما بغاتش لينا، واخا نعاود لها المشكل ديالك انت غير بدا وانا نكمل ليهم، فهمتي؟ باش يعرفوا سبب المشكله شنو هو. بسبب لا كارت لا بيس شريتيها في 2022 وبسبب طراك مشكل صافي بها مورا لقيت خداها واحد خوت خدم بها ونصب بها وبغي يحرك بها مع الشقيه. المهم طراولك مشاكل كبار وصلت المحكمه وصلت المهم اللي كامل تمرمد. انا غادي نعاود لهم باش يفهموا. صافي الله يسهل عليك اختي. فانا غادي نعاود لكم القصه ديال هاد السيده. دابا هاد السيده جات في 2022 وشرات لا كارت ديال التليفون السياحيه. منين شراتها خدمت بها هنا في تركيا ومشات بحالها، وديك لاكارت عطاتها لشي حد. هادوك اللي ما نعطاتهم شنو كيخدموا؟ كيخدموا التهريب، كيديو الحراقه من هنا تهريب، وكينصبوا على الناس. يعني مثلا كيجي عند شي واحد يقول لي غادي ديك الاوروبا تعطيني 3 مليون 4 مليون 5 مليون، وكيدي ليه دوك الفلوس. نصبوا على اتراك مغاربه ليبيين، نصبوا على بزاف ديال الجنسيات. هادوك اللي مشاو داروا بهم ديكلاراسيون، داروا ديكلاراسيون بهذوك الناس اللي كيحرقوا الناس. تخيل مسكينه ملي جات المطار يلا دخلت ضربت الكاميرا هكذا وما يجيو يهزوها. حيت ولات وحده كلشي داروا لها النصب والاحتيال. ليله كامله هما كيعذبوها، تخيل كل ساعه جوج كيهزوها كيدوها في الطوموبيل ويرجعوها بالعانين، زعما باش تعترف. حتى اليوم داوها في صباح المحكمه، جبدوا لها الدوسي، تخيل التصويره ديالها، الباسبور ديالها ناشط لابيس. جبدوا ليها شي واحد، شي ابو احمد، شي ابو فلان، شي سوريين، شي مغاربه، كينسبوا على الناس بديك النمره ديالها اللي هي شراتها. اي واحد فيكم منين يجي هنا الا غيشري النمره يا يخليها معاه يا المهم يا نهار يكون غادي يبطلها ولا يشريها مده 3 شهور، ماشي يشريها باش تبقى عنده وتبقى في سميتو، لانه كيطراو مشاكل كبار. تخيل بقاو عليها كتبي الارقام من 0 حتى 9 من اليمن بليسر، كتبي الكتابه الاحرف لاتينيه كبيره صغيره، توقع سينياتور وداك الشيء، عرفتي دوزو عليها. والسيده ما شاء الله سيده متزوجه ومحتاربه، تخيلي الكامل هما كيمرمدوا فيها بسبب انها لابيس. فاي واحد باش نقولها لكم النظام في تركيا اللي عنده شي لابيس هنايا شراها ما يعطي حتى شي واحد، وما يعطي حتى شي واحد يدير بها الواتساب، لانه من غير الواتساب الا صبغها شي واحد راه انت اللي غتبقى قضائي، ماشي هذاك اللي عطيتيها لي، لانه خرجت من النمره ديالك والنمره تسجلت في سميت كنهار جيت لتركيا. فالله يخليكم حضوا راسكم، راه غتمرمدوا في المحاكم بدون سبب. ما ديروا الخير حتى في شي واحد اللي باغي يشري فلوس ولا شي حاجه يجي يشريها لراسو. وكنظن هادشي مشاكل في تركيا في العالم كامل، حتى في المغرب، الا شي واحد شرا في سميت وعطاها لشي واحد ونصب بها فغادي يتحاسب اللي شراها ماشي اللي نصب بها. ف حضوا راسكم، خصوصا ملي كتجيو لبلاد ما كاين لا محامي لا ترجمه لا والو، فكاينه صعوبه كبيره.